اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. والله العظيم نورت المزاريطة كلها. ميرسي. انت كبير مش كده؟ ايوه ايوه لماحه. وانا عاشق سواد النني والننوس، انا البلبوس ورمش عينيك ده هدومي واندومي باكلها لما اكون شبعان عشان هي ما بتشبعش. تسمحي لي بالرقصه دي؟ ايه ده؟ ده نتاج جواز الاقارب. للاسف بيطلع بالشكل ده. نورتي. هتعمل لنفسك مش عارفاني؟ على فكره انا اول واحد بيعمل لك تعليق على اي منشور بتنزليه. اكيد لمحت حسابي قبلك ده. اسمي على الفيس انا واد امور بين قوسين صاروخ الشرق. هو هيفضل كده؟ انا هقول لك تمشي غريبه. احنا اساسا يعني بنحب نستقبل الناس بالراجل بتاع التنوره واللي ماشي على عصيان طويله والرقص والطبل، بس يعني قلنا يعني البيئه ترابيه وهنعمل عفره ممكن تضرك عشان كده جمعته كله في بهلوان واحد. بهلوان يقف يقول لك شويه جوكس في استقبالك. بس انا فادي. ازيك يا نفادي؟ يا ملدوع. قالت اسمي. عادي. باينها وقعت خلاص. دمت في دمادي. وعرفتي اسمي كيف؟ انت مراقباني في صمت عاد. هو في؟ شوف اختلاف الثقافات، بس يعني هو بيحاول يضحكك عن طريق الاوكورد مومنت. ففي اللحظة دي انت المفروض تتخيلي صوت صرصار الليل. لا ده غراب. طب خلاص. انا مش شايفه اي اجواء للمهرجان. انتوا ايه بقى عاملينه على الضيق السنه دي؟ لا احنا بنضيق ايه، لا احنا بنعمل مهرجان على الواسع وعلى المفتوح يعني، بس يعني ما ناخدوكيش من الدار على النار طوالي، يعني تاكلي نجمه الاول تريحي بعدين نشوفوا موضوع المهرجان. يلا ميرسي. بس قبل ما ندخل عايزه اقول لك حاجه. ايه؟ انا معجبه بمناخيرك قوي. اكيد طبعا ناس كتير قوي قاعده يقولوا لك بقى لازم تصغرها ومش لايقه عليك ومش حلوه بتاع. انا عارفه، انا عارفه كانوا بيقولوا لي نفس الحاجه. كتير المطعم ده قال لي. لا سيبك منه، برافو ان انت تمسكت بيها، انا فخوره بيك قوي. هاي فايف. برافو. ايه ده؟ على فكره انا كمان كان مفروض اعمل عمليه النصور العصعصي وناس كتير قالت لي شيله، بس انا تمسكت بيه ورفضت بشجاعه. ضربني في العمليه. بس يا بس ربنا ساتر تفضح نفسك. يلا يلا تفضل. يلا. واه واه انت امينه؟ ايوه انا امينه. خلي معاك ال 2000 جنيه دول امانه. بس يا يلا اتفضل اتفضل اتفضل. اهدى يا عروسه يا عروسه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضلي. خش برجلي اليمين. الله البيت كول قوي على فكره، ذوق تحفه. احنا بنحافظ على الهويه، مالناش احنا في نظام الالترا مودرن والكنتري والحاجات دي. يا النور يا النور. هاي مربوحة مرتي. اهلا. ازيك يا مربوحة؟ عاملة ايه؟ اسمك حلو قوي على فكرة. جبرت بخاطر كل الناس اللي انت. قسما بالله لو مربوحة مرتك خدتها مني. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيكي يا الف نهار ابيض. يعني انا مبسوطة قوي 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 يعني ان انا شايفاكي يعني وش في وش. ده عشان الفيلم. عشان الفيلم. ايوه ايوه ميرسي. عمل ايرادات كتير. عجبك؟ شفتيه؟ شفته مسروق. ما احنا ايجي بيست احنا الراعي الرسمي ايجي بيست. ده بيجي يعمل لنا تريلرات اساسا وبوسترات. مش عاوزاكي تقلقي خالص، هتقضي ليالي في الدوار ولا ليالي اجني المسلسل. ايوه خليكي معايا. ايوه ايوه. خبره انا فادي. انا اشتغلت فيه. مذكرينك بيحبوكي بيحبوكي. شكرا. فنزات يا بختك. شكرا. اوعي تنكسفي ابدا، احنا اخوات. اخوات ايه؟ احنا ولاد العم. انا ما كنتش في ولاد العم. دوكها شريف منير. بس يا ولية بس عاد. لا مؤاخذة. بس يعني شكلك خسة خالص. خسة يعني عن آخر دور؟ يمكن عشان آخر دور عبال ما طلعت خست. على فكرة ده إفيه عالي، بس واضح إن عندك فوبيا المرتفعات. يا كبير ممكن لو سمحت تقول لي أوضتي فين علشان أطلع أرتاح شوية علشان أنا ضغطي عالي. حقك لازم يعلى. على فكرة ضغطك العالي دليل على ضعف موقف. مربوحة خدي الأستاذة أوضتها. يعني عاوزة تطلعي أوضتك؟ يا ريت. ليه لا؟ لا
لا لا لا لا سيبها يا كبير سيبها. اي فيليو اي دبل فيليو. هو بس في مس اندرستاندينج. انا عايش مع الناس دي طول الوقت وفاهمهم زين. دايما عشانهم بيحبوكي غصبا عنهم. انا عايزك تنسي كل اللي فات. اللي فات كله نسيه. نبدا على نظافه من جديد. نبدا من جديد من الزيرو. نبدا من الزيرو من الزيرو. مفيش حاجه. انسي كل اللي فات. مربوحه خدي الاستاذه امينه فوق من غير ولا افيه. شكرا. اتفضلي. خلي بالك من زيزي ده اول واحد واعلى واحد. حتى فكر فيه في الطريق. خديها وريها اوضتنا يا مربوح. ملك انا بكلم الكبير. كلمت مع الكبير. ما تكلمش معايا يا ابني هتشوف الوش التاني. كلمك كلم الكبير. ما تكلمش معايا. بكلمك انت. لا بكلمك. بكلمك مع الكبير مش كلمك. مش معايا. بكلمك انت. خليها تكلمك. بتكلم امي. ما تكلمك انت. بكلمك انت. ما تكلمنيش انا. خلاص خلاص اتفضل. اتفضل يا الاوضه. اتفضل. اوه تعالي يا صاحبتي. كل حاجه راحت. كل حاجه راحت. كان تايه في مولد العكروش ده وبتاه في دبديب. قسما بالله الانسان ده. الانسان ايوه الانسان عاد. احنا مالنا الانسان ده مهما حاول يخبي مشاعره العيون فضاح. انا هموت واعرف انت جايب الثقه دي منين. من ملابس. بس عاد بس ملابس. ايه يا ابو ملابس؟ وشك شبه خستيقه. من خستيقه؟ سرش عليها تعرف. اشترك في باقات واتشت الشهرية ب 14 جنيه و99 قرش وباقات سنوية ب 149 جنيه و99 قرش.